السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نحكي عن كل ما يخص الاي 21 اس من سامسونج. خليكم بالفيديو. اهلا بكم مره ثانيه. الاي 21 اس يعتبر احد الهواتف من سلسله الاي للسامسونج. الهاتف ما يجي باي اختلاف عن بقيه هواتف فئه الاي من سامسونج. التصميم هنا يكون من البلاستيك، والشاشه الاماميه تجي بحواف عريضه نوعا ما، بالاخص من الاعلى ومن الاسفل، مع الكاميرا الأمامية الوحيدة اللي تجي على شكل البنش هول. وأيضا بظهر الهاتف عندنا مجموعة كاميرات تتكون من 4 كاميرات خلفية، وأيضا مستشعر البصمة راح يكون موجود بظهر الهاتف. الهاتف يجي بوزن 192 جرام وبسماكة 8.9 ملم. الشاشة هنا راح تكون مختلفة عن بقية فئة الأي. الشاشة وعلى غير المعتاد تجي من نوع TFT بحجم 6.5 وبدقة HD+. أبعادها طوليا 20 إلى 9، وتجي بكثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش، والشاشة تستحوذ على 82% من الواجهة الأمامية للجهاز. الهاتف يعمل بنظام تشغيل الأندرويد 10 واللي يجي بواجهة سامسونج One UI 2. وأيضا بالنسبة للمعالج، فهنا سامسونج استخدمت معالج Exynos 850 اللي يكون مبني على معمارية 8 نانومتر، وأيضا يستخدم معالج رسومي من نوع المالي G52. معالج الهاتف بشكل عام يعتبر متوسط، وأيضا يمتلك معمارية تصنيع جيدة 8 نانومتر، يعني استهلاك البطارية عندك راح يكون أقل. وايضا بالنسبه لمجال الرسوميات والالعاب، معالج الرسوم مستخدم بهذا الجهاز راح يعطيك اداء متوسط. ايضا بالنسبه لخيارات الرام وسعه التخزين، فعندنا 3 خيارات: 3 ب 32، 4 ب 64، و6 ب 64. وايضا مع امكانيه اضافه كرت ذاكره خارجي حتى 256 جيجا بايت. الاي 21 اس يجي بتركيبه كاميرات خلفيه رباعيه، الاساسيه بدقه 48 ميجا بكسل فتحت على CF 2.0، ثاني الترا وايد انجل بدقه 8 ميجا بكسل فتحت على CF 2.2، وكاميرا ثالثه ماكرو تصوير الاشياء القريبه بدقه 2 ميجا بكسل فتحت على CF 2.4، وكاميرا رابعه مستشعر عمق بدقه 2 ميجا بكسل فتحت على CF 2.4. ايضا الكاميرا الخلفيه راح تصور لك فيديو بدقه فول HD مع 30 اطار بالثانيه. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فتجي بدقه 13 ميجا بكسل فتحت على CF 2.2، وايضا الكاميرا الاماميه تدعم تسجيل فيديو بدقه فول HD مع 30 اطار بالثانيه. الهاتف راح يدعم منفذ سماعات الراستر 3.5 ملم، وايضا منفذ الشحن راح يكون من نوع USB-C. بطارية الهاتف راح تجي بحجم 5000 ملي امبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط. الهاتف راح يتوفر ب4 ألوان، واللي هي الابيض والاسود والازرق والاحمر. اما بالنسبة للاسعار، سعر الهاتف راح يبدي من 215 دولار، واللي تقريبا تساوي بالدينار العراقي 270 ألف دينار. هذا كان كل ما عندي بالنسبة لهذا الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم. بالنهاية لا تنسى تشاركني رأيك أسفل الفيديو في مكان التعليقات. أشوفكم بالفيديو الجاي. في أمان الله.